واسقام. ربنا سبحانه وتعالى. طيب معانا اتصال لاستاذه ناديه. ايوه، السلام عليكم. ازيك يا استاذه ناديه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ ابو يحيى؟ ازي حضرتك، منور والله. انت اللي منوره الصحه والجمال، ربنا يخليك. تحياتي لحضرتك ووصف البرنامج، وانا بستنى اليوم بتاع حضرتك ده بصراحه، يعني بستناه بفارغ الصبر والله. ده انت على راسي من فوق يا فندم، ربنا وشرف يخليك، لدرجه ان انا وشرف ليا كبير. عشان اخد تليفونك بس كان مش معاهم. لا انا تحت امر حضرتك طبعا، خديه من الكنترول هيدهولك بسهوله طب جدا. ليه الناس على فكره طب الكنترول ليه والصحه والجمال متعاونه ليه مع جميع العالم يا جماعه ومع الناس كلها. ليه عزمين لو سمحت؟ اتفضلي. طيب، اختي حلمت ان هي كانت ماشيه مع اختي الثانيه، تمام، ودخلوا ايه محل ملابس، رايحين محل ملابس، وبعدين ايوه، وبعدين شافوا الفنانه ليلى عز العرب. ليلى عز العرب، ايوه، تمام، الفنانه ليلى عز العرب. وبعدين الفنانه ليلى عز العرب خدت جيبيه، وبعدين كان واسع، لا خدت ايه؟ فاختي قالت خدت لها، خدت منها، خدت الفنانه، خدت اشترت جيليه. بس كان واسع. تمام، فاختي قالت لها هو ممكن يتضيق شويه. تمام، وبعدين اختي هناء لبست فستان لونه اخضر في ابيض، الله، وكان بكم، تمام، وكان بكم، فاختي قالت لها مبروك عليك. الله، ده الحلم الاولاني لحضرتك. إيه 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 اختك دي لسه انسه ما اتجوزتش؟ لا لسه انسه. ايوه، طب الحمد لله احنا كده ماشيين صح. طيب هو الثاني ولا حضرتك؟ اعبر لك المنام ده الاول بس، عشان ايه ابو يحيى يعني ذاكرته ضعيفه شويه. لا حضرتك يا فندم، اولا انا بشكرك ان انت متابعه الصحه والجمال وشفت منام، واشكرك قوي 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 ان انت يعني بتمدحي كده فينا، ودون يعني شرف لنا والله العظيم، وربنا يبارك لك يا رب. اختك انسه وتشوف نفسها ان هي مع اسمها عز العرب، فنانه اسمها مي عز العرب. بص ليلى عز العرب، الله، اسم جميل جدا. اختك لما تلاقي فستان بكمه كامل واخضر ده عريس جاي لها في الطريق، هيكون ذو دين، انسان صاحب دين ودين قوي جدا، مش اي كلام. ربنا هيفرحها قوي قوي، بشريها وقولي لها ابو يحيى بيقول لك الف مبروك مقدما بعريس من اهل الدين، من اهل الخير، هيريح قلبها، هيعيشها في سعاده وكرم. ليه؟ لان الفستان اخضر، بحب اللون الاخضر في المنام يا جماعه. ليلى عز العرب، ليلى عز العرب. ليلى هنا اسم جميل جدا جدا، وفنانه مشهوره على فكره. انا بحب المشاهير جدا في المنام لما حد يشوفهم ويعز، ان ربنا سبحانه وتعالى هيعزها. طب هنا العرب طبعا كلتنا عرب، فاكيد ان اختك ربنا هيكرمها بخير وعيشه طيبه، انا ببشرها. المنام جميل قوي قوي قوي، الله اكبر. ويا ريت طالما انت حبيت تكلمينا بشرينا قريب جدا ان هي اتخطبت لراجل ذو علم وذو دين، والله اعلى واعلم.